من دي. بس عاد ابراهيم لا توترني اكثر من كذي، هذا اللي كاتبه ربك. لو مو انا كان ما طاح حد وتعبت علينا، بس انا السبب. ها دكتور بشر، شلون امي؟ ضغطها كان عالي شوي، نزل دلوقتي الحمد لله وبيت احسن. ابراهيم انا اسف يما. يما خلاص حصل خير. يما انا السبب، كله مني انت طحتي يا بوش المستشفى. لا يما انت مو السبب، انا ضغط ارتفع وتعبت شوي. يما الله يخليك، سامحيني يما، لا تزعلين علي. يا حبيبي انت مو السبب، انا عارفه ان قلبك ابيض، بس حبيبي ابيك تسمع الكلام شوي. ان شاء الله يما راح اسمع الكلام، بس انت اهم شيء اهتمي بصحتك يما، ديري بالك على نفسك يما. بس عاد امي ما فيها الا العافيه، كاهي قدامك. الحمد لله على سلامتك يا الغاليه. الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك. صار لك ساعة ما ندري عنك، وين كنتي؟ انتي ما تدرين وين رايحة؟ رايحة حق الحب ولا انا غلطانة؟ حسنة، انتي كنتي ويا ابراهيم؟ لا، هو اصلا اليوم مو مداوم. ابراهيم ما داوم؟ ليش ايش فيه؟ ما ادري. اشوفك اليوم مو على بعضك. الظاهر الحبيب غايب. يا حلالك تونسين. تفضل. السلام عليكم. السلام. يما شلون؟ ان شاء الله مرتاحه. الحمد لله يما بخير. يما سامحيني، أنا السبب. خلاص يما، قلنا لك حصل خير. بس عاد إبراهيم لا تلوم نفسك، اللي صار كاتبة ربك. بدا ما شاء الله عليها أمي، اليوم ويها ينور ما فيها شيء. حيات حيات. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يما. هلا بالغالية. الحمد لله. هلا خيتي، شلونك؟ شخبارك؟ لك وحشة والله. الله يسلمك. يما شلونك؟ بديتك يا الغالية، لك وحشة والله. الحمد لله على السلامة اختي ليلى. الله يسلمك. ها بشرو، شلون السفرة؟ وشلون دبي؟ لا الحمد لله ما شاء الله، دبي فنادقها تهبل وأماكنها وايد حلوة، وما شاء الله مهرجاناتهم هناك عجيبة. ما شاء الله، أهم شيء استانستوا. الحمد لله. الحمد لله استانسنا. يما الأدوية هذول حق شنو؟ مريضة أنت، فيك شيء؟ كلها مني، أنا السبب. أنا اللي طيحت أمي بالمستشفى. منك؟ ليش مسوي فيها أنت؟ إيش صاير؟ لا يما ما سوى شيء. لا والله أنا السبب. إبراهيم شو مسوي بأمي أنت؟ خلاص عاد إبراهيم، قلنا لك أمي ما فيها إلا العافية. خلاص يما، أنت تأخرت وايد على دوام. يلا قوم روح على دوامك وروح. ان شاء الله يما. مع السلامه حبيبي ابراهيم. حبيبي مع السلامه ليلى. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يما خير، شو السالفه؟ ايش صاير؟ لا حبيبي ماكو شيء، انا بس عصبت شوي وارتفع ضغطي. وشلونك الحين؟ احسن ان شاء الله. الحمد لله يما بخير، الحمد لله. المهم الحين خلوكم مني انا، قولوا لي
شلون سفرتكم؟ أنا ما أدري عن التليفون، بعدين أنا طول الليل قاعد أفكر. خير إن شاء الله، إن شاء الله مو شيء جايب. أمي تعبت وطاحت علينا كله مني أنا سببة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنزين وهي شلون هالحين؟ أحسن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أحسن. إبراهيم أنت وينك؟ شنو الصوت هذا؟ زعاج؟ يعني باص المواصلات. باص مواصلات؟ وليش ما أخذت تاكسي؟ بعدين راح أقول لك حسنة. حسنة أنا ضروري أشوفك بتحكي معك. خلاص إبراهيم، خلاص. بس شوف، أنت دير بالك على أمك، دير بالك على صحتها، ولا تزعلها، لأن ترى أغلى شيء بالدنيا الأم. صح كلامك عادل، أهم شيء بالدنيا الأم. بعد توبة توبة، ما راح أزعلها مرة ثانية، ما راح أزعلها. إنزين أنت الحين ما قلت لي ليش ما يجيب تاكسي؟ عارفين الظروف، والحين إحنا آخر الشهر والمعاش للحين ما نزل، ما عندي فلوس تاكسي، جيت بالباص. إنزين وين وديت مصروفك من المعاش كله؟ وين راح؟ أنا معاشي نصه يروح حق الغرب. بعد ما توفى أبوي الله يرحمه وغمد روحه علينا، طلع علي ديون وخذت قرض وسددت ديونه، والنص الثاني أعطي حق أخوي فيصل وخواتي مصروفه، وآخر الشهر ما يبقى بالمعاش أي بالباص. إيه كذي زين. أنت قاعد تصرف على إخوانك لأن إخوانك يحتاجونك، وانت اللي قاعد تصرف عليهم، هذا شيء زين. هاك هذه 10 دنانير، انا ما عندي غيرهم، بس انت قزر فيهم على ما ينزل معك. لا عيب، ما يصير اخذ منك، انا ريال. وبعدين حسنا انت ليش ما عندك بس ال10 دنانير؟ وين راح معاشك؟ يعني ما عندك لا تدفعين حق سكن ولا اي شيء، وين يروح معاشك كله؟ رفيجتي نوف اللي معي بالدوام هي قالت لي انها كانت محتاجه فلوس، فانا سحبت نص المعاش وعطيتها عشان اساعدها، ونص الثاني راح على مصروفي. زين ما قصرتي، جزاك الله خير. ما دام انت تساعدين الناس هذا ميزان حسناتك، هذا لك اجر بالدنيا وبالاخره. ما قصرتي حسنه. زين عشاني بس اخذ العشره، لان انا ما احتاجها. حسنه انا قلت لك عيب، انا ريال ما يصير اخذ منك. أنا وأروى بنروح عند خالتي أم إبراهيم. يما ترى خالتي أم إبراهيم. أنتوا شبيكم؟ ما تفهمون؟ شتو؟ روح حق خالتي أم إبراهيم. شكله خوش ريوق. الناس يقولون صباح الخير، يقولون السلام عليكم، بعدين أنت شنو حياتك؟ يا كله نايم يا كله برا؟ وليش هالحالة الناشفة يما؟ كاني قاعد مع أسرتي العزيزة قاعد أتريق. والله من داري عن هو اسرتك كلش، وانتو الثنتين سمعوني عدل، زواره حق ابراهيم ماكو. وانتو للحين على سوالفكم الحريم الناشفه؟ والله لو ابوي موجود الله يرحمه كان صارت علوم. اسكت اسكت واللي عافيك بس اكرمنا بسكوتك. يما ترى ام ابراهيم كانت بالمستشفى مريضه وتوها رد البيت، عشان كذي قلنا بنروح نطمن عليها. وانت ايش دراك؟
امس دقت علينا السحر، مسكينه كانت قاعده تبكي. يما والله حرام، ما يصير، لازم نزورها. يما والله حرام. زين وشلون الحين؟ الحمد لله يقولون احسن. لا لا، زوروها، تطمنوا عليها، مهما كان هذا واجب. بعدين امي ما راح تقول لا، عدل يما؟ ها اي عدل. بس علشان تعرفون ان امكم طيبه، بشرط تروحون بس ما تطولون. ان شاء الله ان شاء الله يما، مشكوره. ان شاء الله يما. تريق. شلونك اخوي محمد؟ تمام خير، سلمت الحمد لله. اقول يا بنات، شلون عرفتوا؟ من اللي قال لكم اني مريضه؟ سحر قالت لنا. والله من عرفنا ضاق خلقنا وايد، وقلنا حق امي ويناك على طول. يعني الحين الوالده هي اللي قالت لكم تجون تزوروني؟ ايه، امي هي اللي قالت روحوا. سبحان مغير الأحوال. جزاها الله خير. ما شاء الله، أنتوا هني. هلا والله. هلا أختي، شلونك؟ شخبارك أختي؟ نور البيت والله. شلونكم؟ شلونكم زينين؟ الحمد لله. نور البيت فيكم، الحمد لله، سلامتكم. شلونكم؟ أمي مشاري شلونها؟ الحمد لله، الحمد لله تمام. أخوي مشاري فيصل شلونهم؟ زينين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الحمد لله يمه، كلنا تجمعنا ببيت واحد. إيه هذه اليمعة الحلوة، متجمعين ببيت واحد بسقف واحد. ذكرتونا بأيام أبوي الله يرحمها. يا رب يا رب كلنا نتجمع مع بعض، أمي ومشاري وفيصل وإخواني كلهم. الحمد لله الحمد لله. قولوا آمين، قولوا آمين، قولوا آمين. آمين آمين. يلا يما احنا نترخص، بس حبينا نطمن على صحتك. مشكورين وما قصرتوا، جزاكم الله الف خير. حياكم الله يا بنات، حياكم الله. لا لا، وين بتروحون؟ وين بتروحون؟ لا لا، قعدوا وتغدوا، والحين انا اجيب لكم. الحين اروح المطعم اجيب لكم وغدا من المطعم. دام ابراهيم لزم خلاص، تقعدون وتغدون وياه. عرفكم. Thank you.
فيصل قم فز يلا روح يا اخواتك طولوا. خير يا طير طولوا. رايحين عند امهم مو قازين بالافنيوس. قوم روح نادهم. خلاص كافي. سلموا عليها وتحمدوا لها بالسلامه. بس. يمه. فش لا ادش عليهم اناديهم. دام سوينا جميل خنكمل جميلنا. استحملي اليوم بس. يا سلام. ولا دقيقة، وبعدين هذه تدلع، ما فيها شيء مثل الحصان. واللي أنا غلطان مو نايم برا البيت. اليوم صاير خوش ولد مثبر بالبيت، والله المفروض ما أقعد بهالبيت الناشف ولا دقيقة. ترى أنت أذيتنا بهالكلمة ناشف وناشف، لا تقعد تتحطم، لا تخليني الحين أطلع أروح بيتهم هناك وأتلهم من شعورهم. خلاص زين زين بقوم. والله العيشة بالبيت تقصر العمر. يقصر العمر اللي عندت يا ربي من هالولد ما حد بينني غيرك في هالبيت. حي الخواتيك لك اخذي الرق لك مشكور اخوي هاتش هاتش اكلي 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 لا حياكم الله. ابو محمد اخوك يعني ما ياكل؟ كل كل بالعافيه بالعافيه. خليكم خليكم انا افتح لكم خليكم 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 شلونك يما حسنة؟ الحمد لله خالتي ام بلال. يما حسنة اتصلوا علينا اللي ماسكين قضية عمك يقول الحمد لله ان كل الاجراءات خلصت. انزين وبعدين ايش قالوا؟ يقولون ان عمك كتب كل فلوسه وحلاله حق زوجته قبل لا يتوفى. اي زين يسوي تستاهل. يا رب الله يشفيها ويقومها بالسلامة ان شاء الله تستاهل هي. حسنة انت عندك اهل لابد انه يطلع لك ورث ولا انت ما طالبتي بشيء؟ لا خالتي ام بلال انا ما احتاج شيء الحمد لله يا رب انا عايشة بنعمة والحمد لله انا بخير. بس هذا حقك ولازم تطلبينه. لا الحمد لله انا عندي كل شيء اللي ابي الحمد لله يا رب ما ابي اكثر من كذي. الله يحفظك ويعطيك على قد نيتك يا بنيتي. بس حبيت ابلغك ان كل الاجراءات ملوت عمك خلصت وملفه تسكر بالمره. مشكوره. مع السلامه يما. مع السلامه. مع السلامه. الله يرحمك يا عمي ويغمد روحك للجنه ان شاء الله. ويا رب يا رب الله يشفي خالتي ويقومها بالسلامه. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يمه. هلا حبيبي هلا بعد عمري. هلا خالتي. العافية. هلا هلا. شلونك؟ الحمد لله. يمه. الحمد لله. يمه ايش فيك عينك على الباب؟ وقاعده بروحك انا ضايق خلقك العيال وينهم؟ والله يا يمه ما حد يمينني غير هالعيال. يا يمه شو مسوين بعد؟ رايحين حق ام الخراجيل تدلع مسويه روحها مريضه وتدلل رايحين تحمدون لها بالسلامه على شنو يا حظي ما ادري. الحمد لله على سلامتها. هوش فيك انت؟ اي سلامه هذه اللي قاعد تحكي عنها؟ قاعده اقول لك هذه تدلع ما فيها شيء. عاد والله يا خالتي ما قصرتي وياها خليتي عيالك يروحون يزورونها. حبيبتي والله فيك الخير. افا عليك بس يا فتون الوالده سنعه وتعرف المواجب اكيد بتخليهم. والله هم هي
مايت عرسنا وسوت سالفة. عاد فديت خالتي يحليلها لما شافتها مريضة خلت عيالها يروحون يزورونها. والله فيك الخير يا خالتي. اي بس طولوا يا يمه، وهذا فيصل على اساس رايح يجيبهم قاعد معاهم. الدثوي هذا الثاني اشوف دق عليه بسرعه خليهم يجون. ان شاء الله يمه. حاضر الحين ادق عليهم، بس انت هدي روحك. حاضر. الو، هلا فيصل. فيصل علامكم تاخرتوا، قاعد تغدون؟ ها انتوا عند الباب. خوش خوش، مع السلامة. كهم جايين الحين، تطمني. اي مو حضرتهم سويت لهم غدا، تبي تسحب عيالي بس ما تعرف شلون، لكن السوالف هذه ما تمشي علي. لا يا يما ما اعتقد توصل لهالدرجة. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش جيتوا بعد؟ كان قعدتوا عنده هناك، استانستوا، تغديتوا، والغدا اللي أنا مسويته حق من وحق القطاوة؟ لا يما، بس أخوي إبراهيم لازم علينا نقعد ونتغدى. شنو؟ بعد هذا إبراهيمو الخبل؟ الحين كلمة إبراهيمو تمشي على كلمتي؟ وانت الريال بدل ما تروح تناديهم راح قاعد معهم تتغدى؟ يما على الأقل احترميني قدام فتون. أنا ريال طولش عرضي لين متى هالأسلوب الناشف؟ طلب عينك ريال. طلب عيني؟ هذه حالة؟ هذه حالة؟ أنتوا فتين سمعوني عدل، إياني وياكم أسمعكم مرة ثانية تقولون بروح لها مريضة، هذه لا مريضة ولا بطيخ، سمعتوا ولا لا؟ يا يمة خلاص خلاص. ترى يا هنا نوفتون نغير جو عندك ونتغدى. خلاص يا يمة، بسنا صيحة وصرقعة. يمة علشاني، أخذي فتون وروحوا المطبخ نجبوا الغدا. علشاني. نتجوز؟ إيه، على سنة الله ورسوله. بعدين أنا ما لزمت عليك وقلت لك تعالي خلينا نتعشى مع بعض إلا علشان أفاتحك بهالموضوع. صراحة أبو جراح أنت إنسان طيب ومحترم وأي واحدة تتمنيك، بس بصراحة صدمتني. المهم رأيك أبي أعرفه. ها إيش قلتي؟ أهم حاجة أكون في بيت لوحدي. أكيد راح يكون لك بيت وبروحك، لا تحاتين. ما راح أفكر أخليك تسكنين مع زوجتي الأولى. أنت عارف أن أنا لما كنت مع المرحوم كنت في شقة لوحدي، لأن أنت عارف حالته المادية كانت صعبة قوي. من هالناحية لا تحاتين، ترى الخير وايد، وأي شيء تامرين عليه أنا حاضر. مرسي قوي يا أبو جراح، ما يمر عليك عدو. أفهم من كلامك أنت موافقة؟ إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. سهر خروا بيت أم شاري. لا سحر بتقعد ويانا لأن قاعد نسولف يعني. ما راح نطول، احنا نروح نسلم ونرجع. لحظة إبراهيم، أنت من صدق ولا تغشمر؟ لا يما، يعني تعرفين سوالف إبراهيم قاعد ويانا شوي نقعد نسولف. بس نروح بيت أم مشاري وأنا وسحر نسلم عليهم ونرجع نقعد هنا ونسولف ونستانس مع بعض. إبراهيم أنت بتوقف قلبي؟ عفا يما، ليش؟ إحنا شقلنا على هالموضوع؟ أي موضوع يما؟ استغفر الله العلي العظيم. إبراهيم أفهم عاد، أمي ضايقها روحتك هناك. ما أدري، أنا حسب علي كل شيء انتهى وخلاص، من اليوم إحنا متردين مع بعض. شوف يا إبراهيم، ترى ما حد بيذبحني غيرك أنت. أنت شنو مخك؟ ما تفهم علي؟ يما سامحيني، ما كان قصدي. أنا آسف. خلاص لما توقف قلبي قول لي آسف. خلاص عاد يما، علشان خاطري. إبراهيم أمي ما تبيك تطبيته مرة ثانية، صح؟ إيه صح. أهم شيء أمي ما تزعل عليك. Thank you.
باكر لازم اروح بيت امي ام ابراهيم، اروح لها بيت وازورها عشان اطمن عليها. عاد ابراهيم يحبك وايد. وانا بعد والله احبه يا بنيتي، هذا ابراهيم حبيبي. لكن تدرون لما اعصب ما ادري ايش اقول، وساعات بيني وبين نفسي لما اتذكر سوالفه والله اني قاعد اضحك. يما علشان خاطري لا تزعلين ولا تضايقين نفسك، عاد ابراهيم مسكين على نياته، بدلك عليه شوي. والله ابراهيم ولدي الغالي وانا احبه، انتم تعرفون ايش كثر انا احبه، لكن انا عصبيه ولما اعصب ما ادري ايش اقول، اقوم اقط خيط وخيط. اي عاد ابراهيم لا يتنح تنح. عسى الله يحفظه ويخليه يا بنيتي، ابراهيم طيب. يلا اقوم ارتاح بغرفتي، تصبحون على خير. وانت من اهل يما، اذا بغيتي شيء ناديني. ان شاء الله. يما 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 شبيك 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 عليك يما 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 يما. قالت لها غلطة، البقاء لله.
ترى امي انت اكثر واحد فينا تحبك. وانا بعد اموت امي وابوس التراب اللي تمشي عليه. هذه امي حلمنا اللي تحبنا. من هو يدعي لي بعد ماتي وانتي دعوتك تبني لي في الجنة قصور. وش اجاوب من سألني وين انتي غرفتك سجادتك كل الأمور. بعد موتي وانتي دعوتك تبني لي بالجنة قصور. وش أجاوب من سألني وين انتي غرفتك سجادتك. بس لا تزعل بالمبارك حبيبتي. يتربى بعزك ان شاء الله. يتربى بعزكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. صراحه اسم عبد الله وايد حلو. من اختياره؟ يعني اذا حلو منو منقي؟ اكيد انا اللي منقي. لا ما عليك منه، انا اللي مختارته. خلاص خلاص انتوا الاثنين اخترتوه خلاص. لا دقيقة خشوف منه. ليلى تغطي، هذا إبراهيم أخوي. حيا 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 إبراهيم. حياك حياك حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مبروكين مبروكين. الله يبارك فيك ان شاء الله. تربى بعزكم ان شاء الله. الله يبارك فيك وعزك ان شاء الله. انت عمه عبودي؟ وي عبود بالحضانه ابراهيم. الله يخليه ان شاء الله. اكيد حلو طالع على عم ابراهيم. يما ايش رايك تقومين تبدلين وتجين ويانا استقبال ليلى؟ يما انا تعبانه، وين فيني استقبال ما استقبال؟ يما يعني انا اقول من رايي ما دامتي وقفتي وياهم وما قصرتي ايام وفاه خالتي ام ابراهيم، انا رايي يعني نكمل نوقف وياهم بالاحزان والافراح. حبيبتي انا قاعده اقول لك تعبانه، انت ما تفهمين مو عن شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ عساكم بخير. هلا خالتي. شلونك اخوي؟ شلونك؟ بخير. شنو اخبار؟ الله يسلمك. الحمد لله. زين سويت مشاري النكيت، خلاص خلفتون انتي معانا عند استقبال ليلى عشان نبارك لها. هو ليش نروح؟ ليش هي عزمتنا؟ لا مبلا كلمتني وقالت قولي حق فتون. لا عاد انا خبري الناس لما تبي تعزم تدز كروت مو كذي. يا بنت الحلال خلاص دام قالت حق أبرار وأبرار قالت لك، ليش هالشكليات وسوالف الحريم؟ لازم عزيمة وكروت. يبا روحي سلمي على المرة وخلاص. أنا وديكم. يما بتروحين معاهم؟ لا تعبانة شوي. يما أبرار أنت روحي لها وتعذري منها، قولي لها أن أمي تعبانة شوي، وإن شاء الله أول ما تطلع أروح أزورها في البيت إن شاء الله. يما يلا عيال مشينا. يلا فتون أنا أوصلكم المستشفى. أول ما تخلصون اتصلوا علي، أنا عندي كم مشوار أخلصه بس. يلا مع السلامة. مع السلامة. يلا مع السلامة. الله يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. مبروك مبروك على البركة. مبروكين مبروكين. شلونك؟ تمام. حبيبتي مبروكين. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. الله يزيدك إن شاء الله. شانك صحة. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. يلا الفال لك يا فتون إن شاء الله. إن شاء الله.
عاد وناسه بصير عمه من الصوبين، وناسه بينادوني عمتي اروى. اقول ليلى الفراش وايد حلو، مبين متعوب عليه، من وين جايبته؟ ماك محمد ما قصر، جاب لي اياه مخصوص حقي، بس ها ترى تفصيل لو تلفين السوق كله ما راح تحصلين نفسه. ايه تستاهلين اكثر من كذي بعد. تستاهلين، عليك بالعافية. اقول اروى اتصلي على مشاري متى بياخذنا؟ لا قعدوا نطروا ايمان عماتي من الحضانة. ويصج ما ضيفناهم، حبيبتي سحر قومي ضيفيهم من الحلو مالي. ان شاء الله. الشوكولات هذا من وين بعد؟ اي بعد عمري محمد ما قصر، جاب لي اياه مخصوص حكي من برا. حلو. شلونك حسنة؟ انا زين الحمد لله. حسن دلين الغرفة ولا دليك؟ هذه حسنة زميلتي بالدوام تشتغل معانا. ونعم فيها يا هلا وغلا، حياها الله. الله ينعم بحالك اخوي مشكور، مبروك ما ياك اخوي. الله يبارك فيك ويسلمك. اخوي محمد سير تنطرني بالسيارة على ما اوصل حسنة وارجع. ماشي يلا عن اذنك اختي. مستحي اروح داخل عند اهلك. حسنتي ليش تستحين؟ انا ما ادري. زين انت تعال معي. ما يصير اي معاك داخل، كلهم حريم، عيب انا ادش داخل. انزين انا راح اروح. اي حسنه روحي.